خلوني أردكم بالزمن ل 1987 بعز المسلسلات اللي ليومنا هذا ما ننساها. احنا موجودين الحين في منطقة السرة، ومثل ما انتوا شايفين وراي مختارية السرة. هذا المكان تحديدا تدرون شنو كان؟ وهو كان المصحة، وهو بداية المسلسل لما مبروكة انحاشت من العرس ويت حق اختها بالمصحة، كان من هذا المكان. ربع دينار ماكو غيره، تبي ولا كيف؟ انت مش مشوار تقول لك ربع دينار تبجوني؟ يني شيلك ان شاء الله، امشوا يلا امشوا. يعني شوف بذاك الوقت اتوقع اللوكيشنات كانت محدودة، فعلشان انت تقدر تسوي مسلسل بهذه القصة فانت لازم تكون مبدع. خل اوريكم الاشياء اللي ما تغيرت من الثمانينات. حياكم. قبل ما كان هذا الشارع موجود فكان في مساحة. الشغلة الثانية اللي ما تغيرت الطابق الحمر هذا، يعني كان شيء مميز وايد بفترة الثمانينات، وايد كانوا يستخدمونه. الجامات طبيعي هم ما تغيرت، في عمق بالنص، في عمق بالمشاهد، منها المشهد الأخير للمسلسل، الحلقة الأخيرة للمسلسل لما محظوظة ومبروكة ردوا إلى مستشفى الميانين. تعالوا معي في اللوحة اللي كانت موجودة واتجاهها إلى باب المصحة. محظوظة ومبروكة في هذا المشهد الأخير شنو سووا؟ اقلبوا السهم وحولوه على العالم. فهذه فيها رمزية إن اللي بمستشفى الميانين اللي تقولون عنهم ميانين هم عقلاء أكثر من العالم الخارجي. كانت بس الأغنية اللي شغالة في ختام المسلسل اللي هي من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان أنور عبد الله وغناء محمد البلوشي. يا أخي الأسامي تخرع والله. وعلى الدنيا السلام يا السلام، وعلى الدنيا السلام يا السلام. شوف محظوظة ومبروكة كاركترين مختلفين تماما. حلو. انا اللي تمثلني وايد محظوظة، خاصة في مشهد لما كانوا بالمستشفى وبدرية سوت المكبوس، يبوا لها مكبوس دياي اهلها. انا متى تولعت بمكبوس الدياي؟ من هالمشهد، لأن صج كان المكبوس يشوق، وطريقة محظوظة وهي تاكل مكبوس الدياي تمثلني وايد في هذا المكان. هو اللي كانت فيه بدرية ومحظوظة ومبروكة دشوا هالمستشفى بهذا المبنى. هذا المبنى الحين قاعة أفراح، وإحنا لحين موجودين بمنطقة السرة. الحين هي قاعة أفراح وتأسست أصلاً بسبعة وثمانين، يعني ماكو، وهي تأسست بقراطيسها خذوها حق مسلسل على الدنيا السلام. فرش بهذا المكان. بدرية كان حايشها اكتئاب ودشت المستشفى عشان تاخذ فترة نقاهة، وقالت حق محظوظة ومبروكة أنا قبل يومين حشني اكتئاب. من أقوى المشاهد، محظوظة ومبروكة يطالعون بعض ويضحكون ويقولون ويه احنا فينا اكتئاب مزمن 25 سنة. بس أقول احنا انت الله يهداك ما انت مريضة، لا قاعدة بالمستشفى نقاهة وتغيير، مليت من قاعدة البيت. من كم يوم حاشتني حالة اكتئاب؟ من كم يوم حاشتها حالة اكتئاب تقول لك؟ بس من كم يوم؟ اي بس من كم يوم. بس انا واختي حاشتنا حالة اكتئاب من 25 سنة. ملازمتنا ما تروح، مزمنة، قالوا لنا ما تروح، ما لها علاج. لا تنسى تحط مقطع فؤاده. الفئران آتية، هذه ايكونيك. الفئران آتية احموا الناس من الطاعون. محظوظة لحقي، عمك ومرته وصلوا. الفئران آتية. مخرج العمل حمدي فريد اللي هو نفسه أخرج درب الزلق، وما ننسى أكيد السيناريست والكاتب طارق عثمان اللي كتب كثير من الأعمال، خالت قماشة، الغرباء، العائلة، على الدنيا السلام. يعني ناس فعلا كان لهم وزن في عالم الفن الكويتي في وقتنا الحالي. فنانين قد يكونون شباب لكن قاعد يقدمون هم أعمال جبارة. يعني في مسلسلات حاليا تم إنتاجها خيالية، سجين النصاب، الدولة العميقة، كل أعمال شاشة باختصار. يعني الأعمال هذه اللي فعلا إحنا قاعد لو تقارن النص خيالي، التمثيل خيالي، التصوير والإخراج للعمل خيالي، يذكرنا بالفن قبل.
فالحمد لله ان احنا عندنا فن كويتي نفتخر فيه سواء قديم او جديد. حلوين. طبعا احب اشكر انا الزميل فهد ساير، هو اللي قال لنا على هذه اللوكيشنات. يبي له مجبوس دياي مال بدريه، مجبوس دياي مال بيت، نبي مجبوس دياي هني. في عندنا اهل السره ما حد يبي يعزمنا؟ احس مجبوس دياي عندكم حلو.